برا السيارة، وش أسوي أنا الحين؟ شو الوضع؟ شو العمل؟ تخيل نفسك محلي. بموت محل، بموت بطيحة خلاص. لا انتهى. لا لا تستسلم في المواقف يا سامي. أنا عرفت إن الذيب ذا مو بناوي يعديها على خير. ذيب نقشر بروسه نفس بروسك، ما عنده إلا برسين كذا على جنب. المهم كمل كمل. الآن تحدي مع النفس. يا أنا يا الذيب اثبت وجود. اثنين ما في خلاص وقتك الحين، وقتك اي وقتي. وارفع يدي واصوك الذيب على وجهه. اقول لك صك الذيب ولا بتصكني انا؟ لا اقول لك اللي صار. اي خلا تسوي كذا في وجهي. صكت الذيب صكته. يقول اي واخر واحد يعني وخلاص. اي جبت ابو واحد. ايش كيف صكته؟ كذا. الله عليك يا مريضي. والله صك الذيب هو. اقول لك خليه يسولف يكمل سالفته بس. المهم الذيب خاف راح شوي رجع مرة ثانية، رجع مستذبح ناوي عليك ناوي. قلت عاد ما له إلا الضربة القاضية وشد ديني كذا شد العضلات. صح ذيك الأيام أشيل حديد شيل حديد وأشد أكثر وأكثر. المهم يوم إني شديت حدي وأعطيه الضربة القاضية واحدة ليون ولا للذيب؟ للذيب ثنتين. اخر واحدة يا سامي واجيب جمع على وجهه. مات الذيب. مات جمع اللي ضربت الجمع. ايه اخر واحد اعطيته يا جمع كذا على وجهه. على وجهه مات الذيب. ليش يقول؟ هذا انت؟ هذا اهاني. اقول الا مالت بس. ايه قام بس قاعد يكتب عليك الذيب. قام اقول خلك الذيب. ما ضربته ما ضربته. تعال خلنا اعلمك سالفه الاسد اللي شفته في افريقيا. تعال يا رجال شفت سالفه الذيب وانا غاسل يدي من الاسد.